السلام عليكم، اهلا بكم في قناة صحيح البخاري. مشاركتك هتفيدك وتفيد غيرك، ما تنساش دعمك لينا، لايك ومتابعة ومشاركة فضلا وليس امرا. باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى: امسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.